اول كلمه خلي الكلام واحد. استنى زواج التبنايه اللي شاله من مكانه هو مضروب وشالوه حطوه في العربيه ورموه في البحر. ورضا بتاع وداود اربع تنفار ولا خمسه دول ينعدموا دول ناس شغاله بلطجيه. ابو صلاح المرشد برضو كان معاهم يعني بصراحه بتاع الخضر. هو اللي كان سيد الناس اشتركت في الجريمه اللي ضرب في دماغه واللي شاله من الارض حطوا في الميكروباص ورموه في الميه. دول خمس اشخاص ولا اربع اشخاص دول لازم ينشنجوا. عدل الله ينشنجوا عشان ما حدش يفكر يعمل كده تاني. دول ينشنجوا عشان ما حدش يفكر يعمل كده تاني. اما ناس تيجي على ناس بتقلب ناس بتاخد فلوس بتاخد تليفونات من ناس ويقول لك انا تبع المركز. ناس بتقول لك بتدعي ان هم شغالين في الشرطه. رجاله بتدعي ان هم شغالين في الشرطه بيجوا بيخوفوا الناس وباخدوا فلوس من الناس. وطي الناس اللي خافوا منهم فاكرينهم ظباط وودوهم المركز. تلات ايام يقول لك ده الولا في المركز. انا تليفوني جالي حسيت ان هو مرمي في البحر وميت. ليه كده؟ خلاص ما عادش فيه حكومه؟ اهلا بكم متابعينا الكرام متابعي المصريه نيوز في كل مكان. معكم عماد لويس النهارده من قريه الحجايزه التابعه لمركز السنبلون حول وقعه فقيد الشباب المجني عليه محمد احمد ابن وزير الداخليه. هو انا سمعت السيد مدير الامن بشخصه جه علشان يقف معاكم ويساندكم في الحق ويهدي يعني المشاحنات اللي كانت موجوده ليله امس. يعني جاي بيت الساعه 6 الصبح ما حضرتش حاجه. انا جاي من فلسطين ساعه ما سمعت الخبر ذهلت. يعني من يوم ما سمعت الخبر انا دماغي بتودي وتجيب. والحمد لله جيت برضه اللي حسبته لقيته. عرفت ان هو مرمي في البحر. ساعة ما قالوا لي مضروب عند البحر عرفت ان هو هيطلع من عند الكوبري مرمي في البحر. يا استاذ عماد معلش مع حضرتك احمد عبد الستار. يا استاذ احمد كنت اتوقع اللي حصل في محمد؟ لا ما كنتش اتوقع اي حاجه تحصل في حته العيل السكره دوت. تمام مش يستاهل. ما عملش حاجه وحشه في دنيته علشان يحصل له كده. تمام معلش. ولو حتى هو لو هو وحش لو محمد ده وحش تمام هنقول وحش تمام وماشي في السكه الغلط والكلام من ده. طب قول لي بامانه محمد كان واقف على الكوبري بيعمل ايه؟ سمعنا اقوال ان هو كان بيبيع مثلا مواد مخدره. هل الكلام ده صح من عدمه؟ لا. عايزك توضح النقطه دي للمشاهدين. يا استاذ عماد هو لو وحش هو لو مثلا بيتاجر في المخدرات كنا عايزين نوصل له. وهو بعدين لو هو بيبيع مخدرات امه هتشتغل في عياده الدكتور دي الساعه 11 يعني ناس شقيانه. ابوه هيطلع يشتغل من ده اهليه في ابو كبير ما يجيش الا الساعه 12 بالليل. ده قاعدين بالايجار يعني شوف بقالهم كام سنه بالايجار وحيلته عيلين ولدين ربنا اداله ولدين محمد واحمد. الحمد لله احمد عنده كام سنه؟ احمد عنده 17 الوقت الساعه 17. هو الصغير. جثة محمد فين دلوقتي؟ هو مثلا انا ما اعرفش بيقولوا في المنصورة. انا لسه جاي من المنصورة فعلا عرفت. لا عرفت الجثمان موجود في المنصورة منتظر التشريح. انا بحمد ربنا اللي انا ما شفتش جثته. انا لو شفت جثته مش كنت ولا كان هينشال من على الارض الا لما يجي اللي موته وعمل فيه الشرطة جابت حقه فورا وتم القبض على الجاني مهما كان درجة وظيفته. ولكن اعلن حد من المسؤولين ان هو لا ينتمي لجهاز الشرطه نهائي. ابننا دول خمس اشخاص ثلاث اشخاص زي ما الناس بتقول. الشرطه لما بتنزل هنا اصلا من قتل يقتل. من قتل يقتل. الناس دي لو مش انقتلت الناس هتعمل اكتر من كده. غيره هيعمل اكتر من كده. الحمد لله احنا بنمشي في فطوره وبنمشي في بلاد عمرنا ما شفنا زي كده. احنا في غابه هنا ولا فين؟ حسيتوا ان تم اسلاك صدوركم لما السيد مدير الامن جه يعزيكم بنفسه ويواسيكم ويسندكم في محنتكم؟ الحمد لله ان احنا لقينا جثه ابننا وبنشكرهم وربنا يصبر اهله. ربنا يصبر اهله يا رب. ربنا يصبر اهله. وبنشكر السيد الرئيس وبنشكر الكمال. وان شاء الله حقه جاي. طمنا على حاله والده ووالدته دلوقتي. والله ربنا يصبرهم. ربنا يصبرهم.
ربنا يصبر امه. يعني واضح وانت بتتكلم ان انت حزين جدا على محمد، اتفضل استريح. حزين جدا على محمد، حزين جدا على فراق محمد. يعني كنت بتقول ما كانش يستاهل كده الشاب السكره ده، شاب فريعان، شباب 19 سنه، اهله بدل ما يلبسوه بدله ويزفوه لعروسته ويقولوا له الف مبروك يا ابني، لبسوه الكفن ليله امس وماشيين بحزن وبقهر ضناهم ونجلهم. شغل على خلق وربنا يريحه، والدنيا الدنيا شينه، الدنيا شينه فعلا، الغلبان فيها ما بينفعش. عز علينا دمعتك وفعلا الخال والد، يعني شايف يعني وجع كبير جدا جواك بخصوص يعني ابن اختك. الحمد لله رضا، ربنا يصبر امه ويصبر ابوه، ربنا يصبر امه ويصبر ابوه ويصبر اخوه. يعني الموقف كان صعب جدا، ما كناش نتوقع ان محمد يكون له يعني اخوات وحبايب كده في الميه. لا مش موت دي، مش موت دي. كلمي يا حاج، حرام. كلمي يا حاج على العطاريه. احنا عايزينه يطلع بس وندفنه. يعني طلبكم ان انتم تطلعوه من المشرحه وتدفنوه؟ يطلعوه من المشرحه وندفنه، اكرام الميت دفنه. انا سمعت ان اهل البلد كلهم يعني ما رضوش يركبوه الاسعاف الا ما السيد وكيل النيابه يجي. انا ما حضرتش، انا كنت جاي في السكه في الطريق. كنت جاي في الطريق. خالص تعزينا لحضرتك ولاسرته. اللهم امين يا رب. شكرا. انت عرف بحضرتك يا امي. اتفضل يا حبيبي. محمد يبالك ايه؟ محمد ابن جارتي، حبيبتي، نور عين، اخت دي، بنت دي، ودي اخت حبيبي، ونور عينيا يا حبيبي، مقطع فيا. محمد كان يعني احكي لنا كده كتير عن محمد. ومحمد ده حبيبي يا حبيبي، يعني عيال بنت صغيره كده هو بيشيلهم وبيلعب معاهم. العيال الصغار، عيل عيط وقال ده حبيبنا ده كان. ايوه ايوه عيال، ايوه عيالي عيطوا عشان بنتي ما نامتش امبارح. بنتي مش نامت امبارح عشان هم كانوا بيعتبروه اخوهم. محمد ده، انا بناتي، بنتي عندها 8 سنين والثانيه عندها 6 سنين، محمد اللي مربيهم. محمد كان حنين وطيب، بس هو شاب شاب زي كل الشباب، وبيعدي عليه مرحلة. ايه يعني ما يشرب سجارة؟ هو يعني لما يشرب سجارة يبقى هو كده واحد مش كويس؟ هو يعني كده واحد مش محترم؟ هو يعني كده ينقتل؟ الناس يعني لو اي حد كده ان هو يقتله ويخبطه على دماغه يموته؟ يعني هو عمل ايه يعني محمد؟ ما كل الشباب كده، ما كل الشباب بيمروا بالمرحلة دي. ابوه وامه ناس محترمين، ناس طيبين في حالهم. امه بتطلع على اكل عيش، هو ابوه بيطلع على اكل عيش، واخوهم دخلته؟ انا اخته، اخت امه، انا امه، انا احنا عايشين مع بعض، بناكل مع بعض في طبق واحد، احنا الاثنين عايشين مع بعض. هي بتمشي بتسيب لي مفتاحها، بدخل على ابنها، ابنها بيدخل علينا، ابني. احنا محمد دي كان هنا وهو داخل المدرسه، كان عنده 6 سنين 5 سنين وهو كان لسه ما دخلش المدرسه، كمان داخل المدرسه وهو هنا. انا عيالي اتربوا على ايد محمد، انا عيالي انا اتربوا على ايد محمد. محمد لا، محمد محمد كلها حزينه والدوله كلها حزينه. محمد حزين، كان طيب، بتبص له كان يضحك. ما يعني محمد ديك تبص له كان يضحك، ما كانش لعيبه بتطلع منه، ما كانش كان يطلع ينزل ما يبص بص في الارض. احنا لينا جيران فوق بيجوا في الاعياد، بس بنتهم في السعوديه عماله تنزل علشانه، عشان ما كانش بيشوفوا منهم حاجه وحشه. احنا هنا مع بعض اهل، احنا هنا مع بعض الناس اهل، ما بنشوفش ما بشوفناش منه لا كل خير هو واهله. محمد محترم، واحد محترم، واحد ماشي في حاله ملوش دعوه بحد. مش جازات ان هو ايه يعني ما يقعد مع اصحابه، ايه يعني ما يشرب سجاره، مش ان هو واحد يموته، مش ان واحد يخبطه على دماغه ويخبطه ليه؟ طب ولما يقع في الميه ما يقولش ان هو في الميه ليه؟ يخلي الناس تمشي وتسيبه 3 ايام في الميه ليه ولا ايه؟ حرام كده. وخبطوه، طب ايه خبطته ونزل الميه؟ هو يقول ده طلع روحوا الناس تقول كده ان هو طلع. طيب احنا من منذ بدايه الواقع عايزين نحكي، بس من اول يوم الاثنين محمد كان قاعد مع 3 من اصحابه. ايوه كان هنا في البيت يوم الاثنين. يوم الاثنين محمد كان طول النهار هنا في البيت. محمد وقع في الميه تاني يوم، مش يوم الاثنين، يوم الثلاث. يعني كان قاعد مع اصحابه بيتهوى شويه زي بقيه الشباب في البيت. هنا
يعني متاخد من البيت؟ لا لا لا، محمد يوم الاثنين كان هنا، يوم الثلاث محمد اختفى، محمد يوم الثلاث ما بنش، جالنا خبر ان محمد انخبط على دماغه ووجع في الميه ما طلعش. راحوا هم راحوا يجيبوه من الميه، جوزي اني وابوه، والدنيا والدنيا انقلبت والبلد كلها طلعت علشان تجيب محمد من الميه، وانا مشيت وامه اجت من شغلها على هناك قالوا محمد مش في الميه، محمد طلع وراح المقاطعه بتخيط وهيروح، رحنا نشوف محمد قالوا لا ده محمد راح السنبلاويين، محمد محجوز في السنبلاويين في المحبس خداته، احنا قلنا كده كده واحنا في دماغنا ان محمد محبوس، قلنا هنجوم له محامي وعملنا فعلا تلغرافات وجومنا محامي وكده يدوروا على محمد، مش لاقيين محمد، مش لاقيين محمد ولا عارفين محمد فين، اتابي محمد يا حبيبي في الميه، اتابي في الميه يدوروا عليه لاقوه في الميه طالع من الميه. كنتوا متوقعين ان تتلاقوا؟ لا 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 مش كنا لا 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 عندي لا عندي اخر لحظه اتصل بامي، امي تقول لي، امي تقول لي، امي امه تقول لي لا محمد مش مات، محمد مش في الميه، وجوزي قاعد يدور عليه معاهم ويدوروا، والاخر لقيوا محمد، لقيوا محمد يا حبيبي عايم على الميه على الجسر هناك يا حبيبي، ربنا يصبر امه يا رب، امه مش قادره تتكلم ولا قادره تتحرك من مكانها، حرام والله والله حرام، امها غلابه حوالينا دلوقتي. ايوه احنا ما نمناش، احنا ما نمناش، ولا بنتي الكبيره دي اللي عندها 9 8 سنين دي ما نامتش الا لما حاج محمد يجي. محمد كان ابني وكان ايه اخو بناتي، انا كنت بقول له دول اخواتك وهو كان بيقول دول اخواتي، محمد انا بنتي الصغيره بتقول لي فين محمد يا ماما، هو ميت من دي يا ماما، هو القران شغال دي ميت من يا ماما، دي مين يا ماما اللي مات يا ماما، قولها محمد يا اشرك، محمد هو اللي مات يا اشرك، محمد هو اللي مات، هو اللي مات يا اشرك، مش ودي هتشوفي تاني، مش ودي هتشوفي وتقولي محمد يا ماما، اقولها تعالي يا اشرك انت رايحه فين، بتقولي ده محمد يا ماما اقعد معاه شويه، مش كنت بخاف عليهم، لو كان محمد وحش كنت هسيب بناتي تقعد معاه، والله ما كنت بخاف عليهم، والله ما كنت بخاف عليهم منه، يقولوا لي اقول لهم لا محمد لا، محمد كانوا هم عيالي صغار كان بيشيلهم وكان بيفضل قاعد، ما كنت اروح حته اروح السوق ولا اروح حته اقول خلي بالك منهم يا محمد، لما قالوا كان يشيلهم وكان ياخدهم مع النادي، محمد كان محترم محترم، ما شفناش منه حاجه وحشه خالص، انا بقعد في البيت لوحدي، جوزي بابا في شغله وابوه وابو في الشغل وانا بابا في البيت لوحدي، ما شفتش منه حاجه، ما شفتش منه حاجه وحشه، كان ابني، كان ابني ونور عين، انا مكويه عليه، انا مكويه عليه زي امه بس امه اكتر، بس انا مكويه عليه لانه كان ابني، انا خابت انا غبت لما خلفت، انا عيالي دول شفتهم لما كبرت وهم كانوا يجوا لي على شوك، بس هو كان ابني هو واخوه، بس كان محمد اكتر، انا كنت بحبه اكتر من احمد، معقول الحرق والله كنت بحبه اكتر من احمد والله، واسالوا اي حد، اسالوا اي حد عليه، لو قلت لو انا قلت الكلمه دي لاي حد غير ان انا كنت بحب محمد ده، كانت امه لما تمسك فيه وتقول له هيقولها حرام عليك، كانت بتزعل عشانه، عشان هو مش كان كده، يلا الله يسهل للاذى، الله يسهل للاذى، الله ينتقم من كل ظالم. لو روح محمد حوالينا دلوقتي وشايفاك تقول لها ايه؟ تقول الروح ايه لمحمد؟ مش هنسيب حقك، ربنا يغفر لك ويسامحك وينتقم من اللي ظلمك، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلمك يا ابني، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ضربك ومقومك في الميه 3 ايام، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، بلدنا بلدنا وقفت معانا، هم كانوا عاوزين ياخدوا الولا من على الجسر كده وما حد ولا مباحث ولا حد يجي يشوف اللي حصل، بس البلد وقفت وقالت ما حد محمد مش هيتحرك من هنا لما نجيب حقه، وفعلا بلدنا وقفت معاه، والحجازه اهل الحجازه كلياتهم ناس محترمه، مشيره مش هي ام محمد مش من هنا، جوزها مش من هنا بس عايشين هنا، ابنها حابب هنا، ابنها عاوز هنا، محمد عاوز هنا بيحب هنا، يقولها يا امه تقول له هنمشي يا محمد احنا مالناش حد هنا في البلد، يقولها لا انا بحب هنا يا ماما البلد، انا لو انت مشيت انا مش همشي، لو انت مشيتي من الحجازه انا مش ماشي من الحجازه، هي كانت عاوزه تدفنه في المحطه، قلنا لها لا هندفن هنا، هندفن في بلده اللي هو كان بيحبها وكان عاوزها، مش كان مش هيندفن في حته ثانيه. يعني هو اصلا مش من البلد لكن هو كان بيحبها. ابوه مش من البلد ولا امه اللي من البلد. بس محمد ابوه مش من هنا، ابوه من من ابو جوجوج. لا ابوه مش من هنا. قول له ايه يا حبيبتي؟ انا؟ جارته. انا هو ابني، ابني امه اخته، اختي، امه دي حبيبتي، امه دي مفيش احترام بعد كده فيها. امه مفيش دي بنتي دي اللي مربيها دي، محمد كان روحه فيها وهي كانت روحها فيه، بنتي وبنتي التانية والله ما انا جوزي
مش عاملين يعني الفرقه والبكاء. ايوه 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 هيدل ان الولد أيوة. أيوة. كان محترم كان محترم بس يضحك بس يد يا محمد بتسيبك يد يا محمد سيبك من العيال اللي انت بتلعب تقعد معاهم دي يد يا ابله ايمان انا بهوى عن نفسي يعني كان مش يعني كان شاب مش في يعني مش عاوز يأذي حد مش صدمتي ايوه مش كنت مصدقه مش كنت مصدقه اللي حصل ولا كنت مصدقه ان محمد مات انا كنت بقول لا هيدوروا في الميه مش هيلاقوه انا قاعده انا وامه هنا واخوه في المركز بيبلغ ان اخوه مختفي واقول لها ليه يا شيخه ما ماتش مش هنلاقيه في الميه بندور عليه في الميه مش هنلاقيه في الميه وهي تقول لي انا حاسه ان هو ما ماتش واتصل بيها تقول لي انا حاسه ان هو لا مش في الميه وبعد كده اتصل بيها تقول لي محمد مات قلبي مات يا ايمان قلبي وقلبي جراد ولقيتها مناره 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 والبلد كلها مناره وكليتنا منارين وجوزي منار وكلنا مش نمناش والله انا ما نمت انا كنت انا صايمه من امبارح على عند النهاردة والله والله احنا صايمين من امبارح على النهاردة انا كنت صايمة التسع العشر ايام صايمين والله وهي صايمة بجالها تلات ايام من ساعة ما بنها اختفى من ساعة ما بنها معي بس هي على امل اللي بنها وقالت هدفع له فلوسه ويطلع هدفع له فلوسه ويطلع بس مش في دماغنا بتجدد نفسها امل ايوه لا مش كان في اعتقادنا كده مش في كان في اعتقادنا ان محمد اللي جه ميت كده ولا الموتة دي ولا هو يستاهلها والله ما يستاهلها يا رب والله ما يستاهلها بس ولا هم ولا اعتراض يا رب لا لهم ولا اعتراض على حكمك يا رب بس جت الحياة صعبة الحمد لله كان نفسي كان يقول يا اما انا نفسي اتجوز يا اما انا عاوز اتجوز وافرح يا اما لما يلبس البدلة محمد قاعد معانا محمد كان على السلم وصاحبه دي واحد صاحبه كان معاه يوم الاثنين طول النهار دي كان معاه يوم الاثنين طول النهار هنا طول النهار قاعدين معاه في البيت محمد ربنا يرحمه ربنا يصبرنا على فراقه ربنا ايوه والله والله كان طيب مش بيأذي حد هو محمد اذى نفسه مش اذى حد والله ما اذى حد ولا ليه دعوه بحد هو كان في حاله كان بيقعد مع العيال وبحاله مش ليه دعوه بحد تقولي له ايه دلوقتي اقول له يا حبيبي يا قلبي ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك ومش هنسيب حقك وربنا هيجيب لك حقك حتى لو سيبنا ربنا مش هيسيبه ابدا حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اذاك حسبي الله ونعم الوكيل في اللي رماك الرميه دي يا ابني حسبي الله ونعم الوكيل فيه وربنا ما يوريها لحد ربنا ما يوريها انت تقرب ايه لمحمد انا اخوه صاحبه واخوه وكلنا اخواته اي واحد شباب هنا من طفل لحد السن المراهقه اخوه تمام واصحابه احنا بص متربي في وسطنا هنا وكان قعدته كلها معانا هنا في تحت البيت تمام ومتربي وكان حته سكره مش يستاهل اللي كان يتعمل فيه دي والله ما متوقع مش متوقع ان في بني ادم يجيله الجرأه ان يعمل كده في بني ادم يعني حرام حسبي الله ونعم الوكيل ما ينفعش يعني وزاره الداخليه لازم تتخذ اجراء بخصوص يعني تامن ان القرى والبلاد والنواجع والكلام ده حضرتك يا فندم اهو ومعاك طبنج ده صوره القتل دي صوره القتل والطبنج جايه يا باشا والجراب بتاعها يعني بيمشي بقى عادي علني كده قدام الناس عادي الطبنج يا باشا لو رايح اي حته هي دي اللي محمد خبطه بقى يا فندم كان بيدعي ان هو ظابط ولا مرشد ولا ظابط ولا مرشد هو بيدعي اللي هو عايز يبقى الكل في الكل انما هو ملوش في اي حاجه كده خلاص بقى رئيس مباحث الحجايز هو مفكر ان هو بقى رئيس مباحث الحجايز ولكن ما ينتبهش للشرطه خالص ولا ينتمي لحد لا مؤاخذه لزبال سالتم في المركز قالوا لا ما هوش تبعنا ما ينتبهش لسجلات الشرطه العسكريه
ده واحد بيبوظ سمعة الشرطة، بيبوظ سمعة الدولة بحالها، منظومة كاملة بيبوظ سمعة منظومة ثقة في رجال الشرطة طبعا. أكيد طبعا. وأكبر دليل السيد يعني مدير الأمن بشخصه جه علشان يعزيكوا امبارح ويطمنكوا ويقدركم وقال لكم أنا معاكم اللي أنت عايزينه وحق محمد إحنا هنجيبه. إحنا هنجيبه. ونزل وقعد في البلد وقال فين محمد؟ قلنا له هناك، تعالى حضرتك تشوف المكان. هو رايح طلع على المكان محمد، كان وكيل النيابه والطب الشرعي كان خدوا محمد في الاسعاف ومقابلين، قال لهم خلاص اسبونا على هناك وانا هخلص مع الجماعه هنا واجي. تمام. نزل البلد وقال حقه هيجي، من لو كان في بطن الحوت هجيبه. والله ما حد مستوعب ايه السر اللي ما بين محمد وبين ربه ان هو يحبب فيه خلقه والبلد كلها والجمهوريه كلها تتعاطف معاه من امبارح. وانا ابويا كان بيقول لي مثل او جمله شهيره، من حب ربه حبب فيه خلقه. فعلا ده ربنا بيحبه عشان حبب فيه خلقه، فمحبب فيه البلد كلها. امبارح ما بتتكلمش الا على محمد. شاشات التلفزيون كلها كانت بتتكلم محمد. انا في ناس كلمتني من الصعيد، في ناس كلمتني من الصعيد، وناس كلمتني من اسكندرية عايزين يعرفوا محمد والقضية وصلت لإيه، محمد إيه اللي حصل له. جثمان محمد فين دلوقتي يا أحمد؟ هو في حاليا في المشرحة في المنصورة في المستشفى الدولي. تمام. في المنصورة بس لا عارفين بقى إذا كان هيطلع إمتى، بس إحنا عايزين نستعجل في إجراءات خروجه علشان ندفنه. طبعا دي نجدة من أحمد صديقه وأخوه للسادة المسؤولين لوزارة الصحة المصرية، استعجلوا الإجراءات للنيابة العامة المصرية، عايزين نستعجل إجراءات دفن محمد إكرام الميت. دفنه كفاية اللي حصل له، بقاله 3 أيام في المية اتبهدل يعني، كفاية بس يعني خضته من الألم وخضته وهو مرمي في المية جثة هامدة. احنا بنطالب وزارة الصحة ووزارة الداخلية والنيابة العامة ورئيسة الجمهورية. تمام. حق محمد والسيد رئيس الجمهورية نطالب حق محمد في رقبيه. تمام. احنا عايزين حق محمد ده اول هام. تاني هام عايزين نستعجل في اجراءات الخروج بتاعه محمد من المستشفى والمشرحة علشان ندفنه، نسلم الجثه او نسلم الامانه لربها. تمام. وبعد كده نشوف بقى الورقات بقى ونشوف بقى الخلافات والكلام من دي والكلام دوت بقى ونجيب حقه بعدين، بس نسلمه. مش عايزينه يتبهدل. اتبهدل هو حي واتبهدل هو ميت، ومش هيتبهدل بعد ما ماته. حق محمد ان شاء الله يرجع يا احمد، وباذن الله احنا لنا ثقه كبيره في الله سبحانه وتعالى ورجال الشرطه والنيابه العامه المصريه. يعني بشكركم مشاهدينا الكرام كل الشكر، مشاهدي ومتابعي المصريه نيوز في كل مكان. كنت معاكم انا عماد لويس النهارده يعني من قريه الحجيزه. حدث وقع، حادث اليم، حادث فظيع، حادث مريب حصل امبارح، ظهور جثمان محمد احمد مصطفى الشاب يعني اللي زي الورد اللي عمره 19 سنه، شاب من الشباب طلع يقعد هو واصحابه على الهواء. الجو حار يا جدعان، طلع يقعد بره على الهواء على الكوبري هو وزمايله الثلاثه، جري وراه القاتل، جري وراه علشان خاطر يعني زي ما زمايله قالوا وزي ما اهل البلد قالوا ان هو ياخد منه موبايل، ياخد منه حاجه. العيال جريت ولكن محمد برضه جري هو روخر، ضرب محمد بالسلاح اسفل راسه من الخلف بخبطتين وخبطه في منتصف اعلى الجبهه، فده اللي اثر على ذلك يعني فقد الوعد وفقد انفاسه الاخيره من الضربات المتتاليه. وبعدها سمعنا روايه ان هم شالوا في ميكروباص سيزوكي وبعدها رماه في ترعه ثانيه، وبعدها يعني اتلاقوه امبارح عند كوبري ابو شمسيه. فاهل البلد كوبري ابو شمسيه جنب قريه مربعي. تمام. التابع لمركز يعني هو البحر دوت نصه شرقيه ونصه دهليه. تمام. فاصل ما بين الدهليه والشرقيه، يعني احنا هنا الحجايزه تابعه لمركز السنبلاوين الدهليه. تمام. ومربعي ديت تابعه لمركز كفر صقر شرقيه. تمام. واحنا لاقيينه هناك، يعني شوف حضرتك البلد ديت بيننا وبينها بتاع حوالي 2 كيلو او 3 كيلو بالكتير. تمام. 3 كيلو
ازاي بقى يعدي؟ وبعدين عدى وما بين الكوبري. بص حضرتك يا استاذ عماد، يعني انا عندي هنا على اول البلد، عندنا هنا على اول البلد في كوبري اسمه كوبري ابو شمسيه اهو، اللي في دخله الحجايز، تمام؟ في بعد منه بحوالي 2 كيلو اللي هو الكوبري بتاعهم ربعي، كوبري عادي بتاع، وبعد منه وبعد منه البحر ده عن البحر ده الاسفل، البحر البحر الكبير، وبعد منه كوبري ابو شمسيه يعني محمد رمى في البحر الكبير، يعني شوف مسافه خدوا من هنا ضربوا هنا وقام راح شاله رمى في اليمه الثانيه، يعني محمد يا استاذ عماد لو كان انضرب، لو كانت رمى ما بين الكوبري ابو شمسيه وكوبري مربعي ده، تمام، كنا لقيناه عند كوبري مربعي، بس احنا لقيناه على عند كوبري ابو شمسيه اللي بعد كوبري مربعي، اللي بعد مسافه بعد حوالي 2 كيلو، حوالي 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو 4 كيلو ماشيين في سلم الميه. هو ليه شاله من المكان ده ورماه في المكان التاني؟ الله اعلم، هو اللي احنا بنسمعه عشان ما حدش يشوفه ولا كده، خده في الميكروباص من الحته اللي ضربه فيها وداه اليمه الثانيه. انت لو بص على المسافه اصلا، يعني مسافه جامده، ايه اللي خليك اللي انت ضربته هنا تاخده من هنا توديه اليمه الثانيه؟ تسيبه حتى عشان يعني لو عايش تسيبه حد يشوفه. شوف ده القاتل، ده القاتل ماشي، شال طبنجة فرد ويبلطج على ده ويبلطج على ده. انا اول امبارح عيل للسرعه حرام، عيل لسه 12 سنه بقول له بطاطا، بقول له بطاطك. طب دي لسه ما كملش 12 سنه، عند المدرسه وانا طالع من المدرسه بقول له حبسك وحبسك وحبس اللي اتعرض له. ده منظر بني ادم امين شرطه ولا كده؟ تشوف تقول مامور مش مرشد، ده مامور تشوف تقول مامور مش مرش، عامل في نفسه، عامل في نفسه ازاي؟ انا شايف اول امبارح بالله كنت عايز اشخ الميه على روحي وانا شايف، وعارف قلب الاسفلت وعلى السكه ليه؟ من نظراته هو مش بيمشي بقى على كلامه قدام الناس بشايب الواحد. احنا مش بنعمل حاجه، يعني احنا مش بنعمل حاجه، الواحد لسه عنده 17 سنه اهو، وهو اللي حبسه ابن الحرام ده، ربنا ينتقم منه بدون الفاظ. يعني مش ينفع يعني اللي هو بيعمله ده المفروض حق ما يتسكتش. هو كان شغال الشخص اللي بيحمل سلاح ده معرض بلاطه ومرض، مش له دعوه باي حاجه ولا له دعوه بالحكومه ولا اول مره، يعني هو مره واحده كده ظهر، مره واحده كده ظهر سنتين عمال يحبس في البلد، يحبس في ده ويحبس في ده، ياخد الناس مثلا، ممكن ياخد واحد زي احمد ياخد منه تليفونه وفلوسه وحاجته وياخده على مركز السنبلاوني يجيب له حرز ويدخله في مركز السنبلاوني، ماسك داندنا في البلد بيتاجر في كذا. انا له واحد صاحبي خد 6 سنين ظلم، 6 سنين كده لسه طالع من الجيش، لسه طالع من الجيش، كان محبوس 3 سنين في خدوه برضك على جوز المكن، خدوه مش كمل اسبوع في البلد، خدوه ليه؟ ما ده حرام برضه، وغيره كتير، ناس كتير ما بيعملش حاجه، ياخد 6 سنين حرام ولا حلال؟ انا عشان اخد 6 سنين ولا 8 سنين ما ينفعش اللي هو بيعمله كده، بيمشي 8 تنفار ولا 9 تنفار في البلد، يمسك واحد زي ده واحد زي ده ولا واحد زي. طب احنا لسه عيال مش رحنا الدنيا عشان تدمرنا كده يعني، ولا تدمر اهالينا وتخلي اهالينا يجروا ورانا يبهدلونا يعني؟ ليه انت بتعمل كده؟ وكان بيجري وراك ليه؟ هو كده مع اي حد، اي حد يشوفه يكون مؤاخذ، اي حد عايز، هو عايز يمسك البلد، يعمل هو رئيس البلد، كانوا بينزلوا اي حاجه كدا. هو يمسك زي العمده كده، عمده البلد. بص ده واحد حاسس بالنقص في نفسه، عايز يخلي نفسه هبه قدام الناس. كان لو واحد جمله مثلا نقول له استاذ عبد الله كلام من ده، يقول له استاذ عبد الله، لا ده انا عبد الله بيه باشا، بيه انا عبد الله باشا، كان يمشي في البلد يطلع على الكوبري الحجازه بالسيزوكي ده يقول انا عبد الله باشا، ياخد العيل يموته متضرب هو ورضا ده، هو الساده بصوره كانوا بيموتوه وياخدوه يودوه مركز السنبلاوين، ليه؟ حرام، ويقول لك ده هو معاه وبيعمل وبيسوي وبيخرب البلد من تحت، ليه؟ ما حرام دي كله. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد السبب في موت محمد، واحنا عايزين حقه من الكل، كل من هو كان حاضر في الواقعة حقه يجي منه. حسبي الله ونعم الوكيل سواء هو بلد كلها عايزة حق محمد، لأنها مش هتهدى إلا لما حق محمد. الشخص الوحيد اللي كان في البلد بيفرض سيطرته وهو شغال في محل سباكة، ما هوش ينتمي لأي، هو مش له دعوة بأي حاجة، وزارة خالص، هو فتح زي معرض كده بيعرض فيه الحاجة، مش له دعوة بأي حاجة، هو فتح المحل ده عارض بس، هو ولا على بتوع البلد عشان هو مثلا مش بيجي على واحد زي ده، واحد زي ده بيجي على الضعيف من الاخر، ايوه اللي مشيله ظهر، هو كده بيجي على اللي مشيله ظهر، اي حد بيعمل معاه اي حاجه، اي حد بعد الحادثه خدوا برضك جزء عيال من هنا وعيل برضك من اخر البلد، خدوهم
على اساس ان هم برضو اللي موتين محمد. هم اللي شالوا امبارح سواق دكتور مش له دعوه باي حاجه، ولا بشره وزير عاديه، خدوا اثنين صحاب اخواته بيناموا مع بعض بيناموا مع بعض خدوهم عشان يلبسوهم الشيله اللي هم اللي قتلوه. هو اول ما خبط هو لو ما حدش كان شاف، ما حدش كان شايف عبد الله البخاري وهو بيضربه وهو بيشيله بيحطه في الميكروباص، ما كانش اتثبتت عليه، كانت اتثبتت على كله على اصحابه اللي هو اتهمهم. راح بلغ عليهم في المركز وقال له اخو محمد هنا، قال له اولاد ملك هم اللي عاملين في اخوك كده، هم كانوا الثلاثه انا كنت بجري وراهم، هم الثلاثه جري وما لحقتش فيهم حد، هم الثلاثه هم الاثنين رجعوا هم اللي عارفين مكان محمد فين، انا ما اعرفش مكان محمد، روح بلغ على اخوك في المركز. سمعنا واحدة ست شافته وهو بينفذ الجريمة منك، ربنا قالت له ربنا ينتجم منك، قالت له مش ترميه ده بينزل جيبه، قالت له انزل جيبه وارميه بره انا اهو، لا محدش اتدخل ولا حد له دعوة، موت فاه قدامهم وجوزها اخبطها على وشها ولا مش ندعي يقول لا انا شايفاه وبسجله موت فاه قدامهم، لا تقول انا شايفه على وشها هتطلقني انا اشهد واقول له ازجله في المي، بقول له هات ويقول لي لا بشركه ضاعه. يعني الست اللي شافته ديا قالت له جالت لنفسها مع التسجيل وعملت باسم باشر وعملت باسم باشر وقالت انا اشهد بالكلام ده واقوله في حق لو على موتي، قالت اقول الكلام ده واشهد، قالت له لو حطلك بس اشهد واقول لهم زغلوه في الماء والوليه لو عايز نجيبها لك تصوير. يعني جوزها كان بيمنحها من شهاده الحق، قالت له لو هنتطلق انا هقول شهاده الحق. ناس غلابه يعني معلش يا استاذ عمال، الناس هنا ناس فلاحين تمام، يعني ناس في حالهم مش بتوع مشاكل، بيخافوا من المشاكل تمام، يعني الناس هنا بتخاف من المشاكل. انا واحد من الناس لما اخويا بيجي يقول لي ان واحد ضربني بقول له معلش وبقوم جاي مدخله تمام. انا ابويا الله يرحمه كان يقول لي لو واحد جه مسك فيك او مسك هدومك كده اقطع الحته اللي مسكها وخدها وامشي، وخد بعضك وامشي وسيبها له، احنا بنخاف من مش بنحب المشاكل تمام. فهو بناء عليه ان هو بيقول لها اسكتي احنا مالناش دعوه، احنا مش حمل الناس دي، مش قدهم ولا مش قد اللي هيجي من وراهم تمام. فهي لا هي مشكوره وجزمتها دي فوق راسنا بصراحه. الست دي ناس سجلوا لها وهي بمليون راجل، انا سجلوا لي وانا لو عايزين نحضر معاكم بمليون راجل عليه اشهد شهدت وقعت يعني التعدي على محمد احمد مصطفى برميه وهو تاني وتقول له حرام عليك حرام عليك، بتقول له ربنا ينتقم منك، حسب الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منك. طب انزل جيبه وارميه بره، خلي اي حد لو هو مثلا في الروح يقدر انه حد يلحقه. هو رميهم يا عم، طب مات يعني هو ضربه ورماه في الميه. طب مات اعتبره مات يعني يا باشا، هو دلوقتي هم كانوا ضاربينه على بحر يعني في مكان ولقوه في مكان تاني، لقوه في مكان تاني لما ضربوه خدوه في السكوكي يعني احتمال كبير ان هم لقوه ميت راحوا رامينه في البحر التاني. طب خلينا بس معاك واحده واحده، الست شافته وهو بينفذ الجريمه بتاعته وهيطلع حرام عليك، هل في التوقيت ده شاله ورماه في الميه ولا ركبه الميكروباص السيزوكي بتاعه؟ هو لما لقى محمد نزل اللي كان مع محمد بيحكم بيقول هو خد الثلاث خبطات نزل ما قامش نزل في الميه، لا نزل بص هو لما خبطه بالمسدس في دماغه وقع على الارض ما قامش تاني. هي الست دي شافته لما كان بيرميه في البحر، وهو بيرميه في البحر بعد ما رماه بتقول له انزل جيبه وارميه على البر، انزل جيبه والناس خلي الناس تلحقه. طب انت معلش موتني ضرب الميكروباص وداه على طريق الاسفلت وقام راح رميه فين؟ في الميه. يعني هو طلعه من التراب ورميه في البحر تاني، يعني هو وداه في مكان تاني عشان يموه مكان الجريمه، عشان الحته اللي احنا لاقيينه فيها ما حدش بيروح انا ده عشان حته مفتوحه حته ما حدش بيروح عشان يعني هو نزل الميه ورماه وهو ما بيتنفسش اصلا، يعني هو مش كان في الروح، هو دنه قاعد دنه راكب فوق منه وبقبض فيه بالطبنجه رابعه. هو لما طلع يعني كان في ميه والدم على وشه نازل الميه والدم ناشف هو نازل والدم ناشف عشان الدم كان على وشه، هو احنا شايفين امبارح الثلاث خبطات زهره في دماغه، دم غرق وشه مش باين وشه ملامح الدم وراسه من ورا بايظ، يعني الدم كان ناشف على وشه في الميه قد ما زغول في الميه والدم على وشه فتره بعد ما نزف. طب ما هو ازاي كان في الميه والدم مش راح من على وشه وهو طالع لما شفناه على وشه لو نزل الميه في روح كان اقلها حاجه ان هو يبقى على وش الميه 3 ايام ونص او 4 ايام، لكن هو نزل الميه مش في روح يعني ولو في روح كان فايق يعني مش كمل يوم ونص اشتغل كان فايق، وبعدين هو اساسا بيعرف يعوم، هو بيعرف يعوم يعني لو هو نزل الميه وهو عايش كان عمه كان هيومه هيطلع، اما ده نزل الميه وهو متوفي. هو
ربنا يعزيكم وان شاء الله حقه ويرجع زي ما حضراتكم شفتوا مشاهدينا الكرام. كان لنا اللقاء دلوقتي، الكل محتاج هنا القصاص العادل من قبل وزاره الداخليه، القصاص العادل من قبل وزاره العدل. يعني احنا هنقول يعني ساعته بركاته سجل القصاص العادل لمحمد احمد مصطفى. بشكركم مشاهدينا الكرام كل الشكر. يعني انت اللي كانوا متهمينك بقتل محمد؟ هو واخوه. ايوه انا اللي كنت لسه طالع من المركز دلوقتي. لسه السلام. الحمد لله لسلامتك يا رب. ايه اللي حصل؟ اللي حصل محمد رن عليا قال لي هات جزازه ميه وتعالى لي. فمحمد لقيت اللي هو يوسف فيسا ده قال في تمنايه واقفه على الكوبري. العربيه بتاعتهم الصغيره. الحكومه دي الحكومه. قال في تمنايه واقفه على الكوبري. ببص هي مش حكومه، هي التمنايه دي تبع عبد الله، وعبد الله بيمشي بقى في البلد وبيخوف بقى البلد كلها. تما من كبيرها لصغيرها. عربيه سيزوكو وهو بيخش بيها كده ويجروا على بتاعته المخدرات. وبيعمل لنفسه هيبه. وبيعمل لنفسه هيبه. وسلطه وهي مش من حقه. وبيدعي اللي هو تبع الحكومه وهو رئيس مباحث ومش رئيس مباحث. هو ملوش اي لازمه هنا في البلد، بس كل اللي هو بيعمله اللي هو ماشي وهو مش موظف تبع الحكومه ولا له اي علاقه بالحكومه. هو شخص عنده، الشخص ده عنده نقص. بس عشان الاعدام تمام ماشي. بشكركم مشاهدينا كل الشكر، دمتم في امان الله سالمين ومن الشر ناجيين. تابعنا معاكم القضيه هنا من قريه الحجيزه، سنوفيكم بالتفاصيل الكامله ان شاء الله بعد وصول الجثمان. دمتم في امان الله سالمين. كان معكم عماد لويس.